هاي، متى من اليوم تحديد تاريخ معين لانطلاق اللغة المحكية عند البشر يلي بتعود لعشرات ألف السنين، والكلام هو أهم أسلوب للتعبير عن الأفكار والآراء والتواصل مع الناس. بالوقت اللي كتار بيعتقدوا إنه النساء بيحكوا أكتر من الرجال، دراسات تختلف حول الموضوع، فعدد منا بيعتبر إنه ما في فرق، وعدد تاني بيعتبر إنه النساء بيحكوا بمعدل 13 ألف كلمة أكتر من الرجال باليوم الواحد. يعتبر جون موكيتا جونيور أسرع متحدث بالعالم مع 583 كلمة بالدقيقة. عالم النفس البريطاني دكتور نيكولاس أملر بيعتبر إنه 60% من أحاديث الناس هي للثرثرة، وهالنسبة بترتفع ل 80% لما تصير على مواقع التواصل الاجتماعي. مين قال إنه 25% من الناس بيعانوا من الجلوسوفوبيا، وهي الخوف من التحدث أمام الجمهور؟ أنا قال. أشوفكم بكرة.